للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الخبير العسكري الأستاذ عبد العزيز الهداشي. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. أنبأ عن استعادة الجيش اليمني عدة مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، يعني لو شرحت لنا أهمية المواقع التي سيطر عليها الجيش اليمني هناك اليوم. الحقيقة أن العمليات العسكرية والأول مرة منذ بدء الحرب تتحرك جبهة الشرعية بشكل متزامن، وهذا بادرة إيجابية لأننا تعودنا أن جيش الشرعية يتحرك، يعني تتحرك جبهة وتقف بقية الجبهات. مطلع الأسبوع الماضي تحركت جبهة الحديدة، وكما تحركت جبهة البيضاء، جبهة كما تحركت جبهة دمت في محافظة الضالع في المحافظات الوسطى. الحقيقة حصلت عملية خاصة في محافظة دمت في محافظة الضالع أدت إلى اقتراب الجيش الوطني من مدينة دمت الاستراتيجية السياحية. أما في الساحل الغربي فقد أطلق الجيش الوطني تحرك بثلاثة محاور: المحور الجنوبي ويتجه على طريق الكورنيش الجامعة، وهذا المحور أعتقد أنه للضغط لكون التقدم في هذا المحور خطر جدا على الجيش الوطني، كون الحوثي يستطيع او قوات الحوثي تجيد حرب الشوارع وتجيد الكمائن في هذه المنطقه. المحور الثاني من الشرق وهو محور طريق صنعاء الحديده عبر شارع صنعاء في مدينه الحديده، وهذا المحور استراتيجي وحيوي يضغط على منتصف المدينه، لكن من وجهه نظري ان المحور الاهم هو التقدم شمالا من كيلو 16 في الأرض الخالية، التقدم شمالا ثم الاتجاه غربا لحصار الحديدة على شكل منجل أو شكل قوس. نعم، كيف ستؤثر من وجهة نظركم يعني انتصارات اليوم على سير المعارك في الحديدة؟ أعتقد أن يعني شوف، مدينة الحديدة لم يبقى أمام الحوثيون أو الحوثيين إلا منفذ واحد، وهو الطريق الدولي باتجاه السعودية، طريق الحديدة حجة السعودية. هذا المنفذ الجيش الوطني وقوات العمالقة على بعد 7 كيلو منه، فإذا وصل الجيش الوطني إلى الطريق هذا أو إلى البحر يعني من الغرب، نستطيع نقول أن الحديدة تم إطلاق الحصار عليها. في هذه الحالة سوف تكون انتفاضة من الداخل ضد الحوزة وسوف ينهارون. اما اذا ظل الطريق مفتوح فهي فرصه لهرب من تبقى منهم في داخل الحديده، لكن هذا تصور او سيناريو مثالي، لان الحوثة قد يلجأوا الى اكثر من تكتيك عسكري، منها حرب الشوارع طويله المدى، ولن يستسلموا الا اذا حدثت انتفاضه داخليه، مع العلم ان مدينه الحديده لا توجد لهم اي حاضنه شعبيه، ولكن سكان الحديده أستطيع أقول أنهم لن يجازفوا بثورة داخلية ثم يتخلى عنهم التحالف كما حصل مع محافظة تعز على سبيل المثال. لماذا نعم تفضل. لماذا هناك سؤال مطروح، لماذا تأخرت الانتصارات في الحديدة رغم بدء العمليات العسكرية من عدة شهور؟ إذا قارنت الانتصارات بالحديدة بغيرها من بقية الجبهات فتستطيع تقول أن الحديدة انتصار يعني ما أخذها رقم قياسي في الانتصار، كوننا نستمر في بعض الجبهات شهور لتحرير كيلومترات عديدة. تأخرت أعتقد أخي الكريم نتيجة ضغوط سياسية، سواء من الأمم المتحدة أو سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء من المنظمات الدولية. أعتقد سبب تأخرها هي الضغوط الدولية والتحالف أو الشرعية بشكل عام يميل او ضعف امام الضغوط الدوليه، ليسوا كما الحوثي يضرب الضغوط الدوليه عرض الحائط ولا يبالي باحد، لكن هؤلاء يعملوا حساب للمجتمع الدولي والضغوط الدوليه. ولو تتذكر ان المندوب الدولي الى اليمن او مندوب الامم المتحده الى اليمن دائما ما يتكلم عن الحديده، واعتقد يعني ان التصريحات وزير الدفاع الامريكي الذي اعطى مهله الشه كانت بمثابة الصاعقة سواء للتحالف العربي أو للشرعية، بمعنى أمامكم مهلة الشه، والمهلة هذا حسب مندوب الأمم المتحدة فقد أخر المفاوضات، فهذا الذي أشعل جبهة الحديدة وإلا كانت متوقفة.
تستطيع تقول انه قد يكون الغرض من تحرير الحديده هو تحسين الموقف التفاوضي للكوكتيل الشرعيه والتحالف العربي. من الرياض الخبير العسكري عبد العزيز العداشي، شكرا جزيلا لك.